السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث إن شاء الله تعالى بهذا الكورس عن موضوع التشطيبات. بداية سيكون الحديث في هذا الدرس عن أعمال تمديدات الكهرباء. أولا يتم تكسير الجدار، جدار البلوك. بعد أن يتم بناء جدار البلوك نريد أن نمدد الكهرباء للغرف وللمنزل للمباني داخل الجدار، داخل الجدران. فيتم تكسير الجدران كما نرى بهذا الشكل ها هنا. طبعا يفضل التكسير بالصاروخ هذا الذي بالصورة هذه كما نرى. لماذا؟ لأن التكسير العشوائي يعني يهدر كثير من البلوك، وبالتالي أثناء إغلاق هذا التكسير نحتاج لكمية كبيرة من المون الإسمنتية وسواها، فيصبح الجدار عرضة أكثر للشروخ بحال إن لم يتم إغلاقه كله بالمون الإسمنتية. فلذلك يستحسن التكسير بالصاروخ، لأنه بداية الصاروخ يسهل عملية التكسير، وغير هذا يقلل من الإهدار بكمية البلوك المكسر. وبالتالي أثناء إغلاق هذه الفتحات التي كسرناها لا نحتاج لكمية مونة أسمنتية كبيرة. هنا بعد أن تم التكسير، طبعا يتم التكسير لعلب الكهرباء. يتم وضع علب الكهرباء داخل الجدار ويتم تثبيتها جيدا بالمونة الإسمنتية كما نرى هنا. هذه العلب يتم توصيل خراطيم حتى تدخل بهذه علب الكهرباء. طبعا هذا الخرطوم الأبيض الذي نراه هنا يمتد من لوحة توزيع الكهرباء الأساسية للمنزل إلى جميع العلب. يعني هذا الخرطوم يمتد من لوحة توزيع الكهرباء الأساسية. الآن سنرى لوحة توزيع الكهرباء الأساسية فيما بعد. هذه العلبة، علبة الكهرباء، تم وضع المونة الإسمنتية كما نرى فيها. هنا ننظر، هذه خرطومين خراطيم الكهرباء، وهنا أيضا. الآن يتم تمديد سلك كهرباء غير الخرطوم، هذا سلك الكهرباء يتم تمديده من داخل الخرطوم. يعني نأتي بالسلك مثلا من هنا ونضعه داخل هذا الخرطوم هكذا. الخرطوم هذا يمتد إلى أين قلنا؟ يمتد إلى علب لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية. فيتم وضع السلك داخل الخرطوم ويتم شد هذا السلك حتى يصل للوحة التوزيع الأساسية. هذه هي لوحة التوزيع الأساسية للشقة. ننظر هنا، لا يوجد أي، يوجد هنا سلكين كهرباء. نلاحظ هذا السلك لم يكن يظهر بهذه الصورة. هذا السلك هو نفسه، هذا السلك هو نفسه، هذا السلك الأبيض تم وضعه داخل الخرطوم، ثم أخذنا نشده من علبة الكهرباء التي في الغرفة حتى وصل إلى لوحة التوزيع الأساسية. طبعا بعد أن تم وضع خراطيم الكهرباء بالجدار وتم توصيلها إلى علبة الكهرباء بالغرف، يتم إغلاقها بالمونة الإسمنتية. يعني مكان التكسير يتم إغلاقه بالمونة الإسمنتية. هنا هذه الصورة توضح الخراطيم وتوضح الأسلاك. هذا هو الخراطيم، هذه الخراطيم توضع داخل الجدار أو تحت الغرفة بالأسفل، يعني بالأرضية. يتم تمديد أسلاك الكهرباء بداخل الخراطيم. هذه هي أسلاك الكهرباء، يتم تمريرها داخل الخراطيم كما أوضحنا سابقا. هنا ملاحظتين: لا تستخدم أسلاك مخالفة للمواصفات أو أسلاك أكبر أو أقل من القدر المخصص لها. مثلا لا تستخدم سلك بسمك 1 ملم لخط المطبخ، لأنه يكون ضعيف جدا مقارنة بما يكون في المطبخ من أجهزة مختلفة مثل البراد والغسالة والسخان وسواها.
ملاحظة ثانية، فني الكهرباء الجيد يعرف الأحمال التي يحتاجها كل جزء في المنزل، فالإنارة تحتاج لأسلاك كهرباء بسمك 1.5 ملم تقريبا، ومقابس الكهرباء أو الفيش والبراويز تحتاج سلك 2 ملم تقريبا. أما المكيفات فتكون على حسب قدرة الأحصنة لكل تكييف، يعني لا يتم مثلا تمرير أسلاك كهرباء بسمك معين لكل المنزل أو لكل الشقة، لا، كل جزء يخصص له سلك بسمك معين. فمثلا كما ذكرنا هنا، مقابس الكهرباء تحتاج لسلك 2 ملي متر تقريبا. هنا ينبغي توزيع الأحمال جيدا، فيفضل جعل خطين في اللوحة، خط للإنارة وخط للفيش والبرايز لكل غرفة، مع مراعاة الجهد الكهربائي للمفاتيح الأوتوماتيك لكل خط. فالإنارة تقريبا تحتاج لمفتاح 16 أمبير، أما الفيش والبرايز تحتاج لمفاتيح 25 أمبير على الأقل. يعني علبة الكهرباء نعلم نحن يوجد فيها كبسة، هذه الكبسة تضيء اللمبة بالغرفة وتطفئها، هذه تحتاج لمفتاح ب16 أمبير. أما الفيش والبرايز فتحتاج لمفاتيح 25 أمبير على الأقل. هذه الفيش والبرايز يتم وضع مثلا شاحن الهاتف وسواها فيها. وهذا التوزيع يضمن عدم تركيز الجهد على الأسلاك، فلا تنفجر أو تسخن مع ضغط الاستخدام، كما يضمن هذا التوزيع عدم قطع التيار عن كامل الشقة بحال وجود عطل كهربائي لا قدر الله. هذه الصورة لمفتاح أوتوماتيك 16 أمبير. هذه معلومات إضافية. يتم عمل مواسير خراطيم إضافية داخل الحائط لكابلات الساتلايت والتليفون الأرضي حتى لا يكون هناك أسلاك تسير خارج الحوائط في المبنى. يعني كابلات الساتلايت والتليفون يتم وضعها داخل الحائط قبل اللياسة حتى لا تخرج هذه الأسلاك فيما بعد خارج الحوائط في المبنى. النقطة الثانية، يتم تغطية مواسير الكهرباء التي تسير في أرضية الشقة بالإسمنت حتى لا تتعرض للكسر أو الانسداد. هذا شيء طبيعي، يعني عندما نمرر مواسير الكهرباء للشقة بالأرضية يتم تغطيتها بمونة إسمنتية حتى لا يدوس عليها العمال أثناء الأعمال التشطيبات، يعني تهلك أو تخرب. النقطة الثالثة، يتم وضع لمبة في كل غرفة حتى يكون هناك إضاءة في المبنى لعامل المحارة والنقاش، على أن يكون هناك مفتاح أوتوماتيك باللوحة الرئيسية لفصل الكهرباء بعد انتهاء يوم العمل، وكذلك يتم وضع فيشة في مكان متوسط من الشقة لاستخدام العمال، لأن السباك والنجار يحتاجون للكهرباء في عملهم. هذه النقطة عن أثناء تنفيذ مراحل التشطيبات للمبنى، يعني العمال يحتاجون للإنارة أحيانا داخل الغرف، أحيانا يوجد غرف تكون مظلمة في المباني، هذا قبل أن تنتهي وتجهز. فهنا يقول أن نضع لمبة للغرف حتى يرون، ونضع مفتاح أوتوماتيك باللوحة الرئيسية لفصل الكهرباء. يعني أحيانا عندما يعمل بعض العمال يحتاجون مثلا للكهرباء للأدوات التي يستعملونها، فنضع لهم فيش. النقطة الرابعة، يتم عمل مفاتيح وفيش الكهرباء في أماكن مناسبة وبعدد مناسب للاستخدام داخل الغرف. يعني مثلا المطبخ يحتاج مثلا لفيش للبراد، وفيش للغسالة، وفيش للسخان، وفيش لغاز الكهرباء مثلا. يعني هكذا نعد كم فيش يحتاج فنضع. أما الغرف الأخرى فربما لا تحتاج لهذا العدد. النقطة الأخيرة، يتم عمل عدد خطوط كاف في المطبخ، خطين أو ثلاث، وذلك لكثرة وقوة مواتير الأجهزة بالمطبخ. هذه النقطة ذكرناها سابقا.